التزامك، العمل تحت ظروف صعبة، وده مهم جدا انك تشتغل تحت ظروف صعبة طبعا. ودايما مقولة شهيرة الجيش بيقول لك اتصرف، يعني ده مقولة كابتن يعني لو في على فكرة وكم من سلف سلاح المشاة برضو اللي يساهموا طبعا في حرب القوات المسلحة، وكابتن محمود بكر وحمد يعني امام رحمه الله عليهم لعبوا كورة كتير فدوت سمير قطبي ولا لا لعيبة كتير شربين زي ما حضرتك بتقول بتبقى ليها، وتحس ان اتنين الرياضيين بيبقى فيه ارتباط ذهني وارتباط روحي بينهم، كيمياء موجودة. سيادة اللي هو مجدي السبت الحزين، السبت الحزين ده كان أو بعد ما اتخرجنا مباشرة على طول اتوزعنا في كتايب، فكان من ضمن الكتايب اللي راح اتنين محظوظين من دفعتي، كان النقيب عبد الحميد خليفة إبراهيم ومحمد التميمي، ودول وهم لسه ملازمين برضو، يعني برضو المكان ده الشباب مهم قوي ولسه ملازمين متخرجين يعني 21 22 سنه بالكتير، كلفوا بمهمه ان هم العبور وعمل كمين لقوات العدو، كان كمين متخطط وعظمهم الحمد لله، كان في كمين تاني نجح في منطقه اخرى وقدروا يحققوا تدمير الكمين بالكامل وجابوا اسير معاهم كمان. فدي كانت بالنسبه لنا، انا كنت في اتجاه فكره كتيبه تانيه كانت بعيد شويه، بس بالنسبه لدفعتنا كانت حاجه جميله ان احنا دفعتنا تحقق تقوم اللي احنا لسه متخرجين ما بقينا حوالي 3 4 اشهر ان هم ينفذوا كمين بهذا الشكل وينجحوا الحمد لله ويعودوا بالسلامه معاهم اسير، دي كانت حاجه بالنسبه لنا يعني رفعت معنوياتنا وحاجه تشرفنا كده اكيد. ويشتاق طبعا بعد كده الحمد لله تعاملت مع عميد خليفه بقى اللي هو كان في الكمين ده واحنا خلف خطوط الفتره دي، تزامنا واتقابلته انا بعد حوالي 20 يوم او اكتر، وكان معاه مجموعه كان راجل مصاب اللي قلت سيادتك عليه دوت، وقعدنا كملنا 6 شهور و17 يوم مع بعض، 6 شهور و17 يوم مع بعض. دي تجربه يعني مش عايز دي عايزه حكايات وقصه، عايزه حلقه طويله قصه يعني تقيله زي ما بيقولوا. وكان البدو لهم دور برضو جميل جدا، ما كناش قاعدين مع البدو وقعدنا قاعدين في جبل فوق جبل فوق جبل، يعني احنا كنا في على منطقه مرتفعه جدا في مغاره منجنيز، والمنجنيز ده طلع بالصدفه يعني انه الحمد لله ما بتعيش فيه لا بكتيريا ولا ميكروبات، عشان خاطر الراجل المصاب معانا عشان كده كان ممكن يبقى مصاب اصابه يعني ممكن يعني ربنا مدبرها يعني لا ما دي حاجه في حاجات معجزات فعلا لو معجزات فعلا لا لو يعني لقاء مع المجموعه دي كانت معجزه. فكروني بحاجه زي كده دي اتفضل يا ست اللي كامل المجد اتفضل يعني دي كانت علاقتي بالسبت الحزين. انا يعني كنت في كتيبه اخرى لكن كان زميلي ودفعتي حميد خليفه كان هو كان بطل السبت الحزين وكان معاه البطل التميمي، وكانت عمليه فعلا رفعت معنويات الجيش المصري على فكره جدا من ضمن العمليات اللي كانت دايما في عمليات كده خاصه رفع روح المعنويه للجند المصري والقياده نفسها. طبعا لما بتيجي مجموعه تعمل عمليه وتعود بقى اسير دي كانت بترفع زي معاملات كتير خد بالك قوي قوي زي ما سياده اللواء علي قال ان في الاف العمليات اتعملت في خلال حرب الاستنزاف.